بالنسبه لتفاصيل القضيتين، احنا هنا في المؤتمر الصحفي بمناسبه قضيتين لمجموعه من المظاهرات. القضيه الاولى 136 قطعه تنتمي للحقبه التاريخيه بتاع اسره محمد علي. القضيه الثانيه 110 قطعه، دي من انظر القطع اللي تنتمي للحقبه التاريخيه. تفاصيل القضية الأولى اللي بالنسبة ل 136 قطعة، كانت عبارة عن سيدي هاي عليها صور لبعض القطع بتتداول في السوق غير المشروعة لتجار بالآثار. تم رصدها، تم معاينتها بموجب الصور اللي موجودة على سيدي هاي الموجودة اللي كانت معروضة في السوق. تبين من المعاينة الفنية اللي هي خاصة بالحقبة التاريخية لأسرة محمد علي. تم عرض الامر على نيابه الاستئناف عشان لانها تتعلق بتحفظها في البنوك، فكان لابد ان احنا ناخد الاذن ورفع سريه البنوك. تم تحرير محضر بالاجراءات وعرضه على نيابه الاستئناف وصدور حكم من محكمه الاستئناف بالمعاينه على الطلب. بتتواجد في السوق في مصر او خارج مصر بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بنقدر ان احنا نجيبها ونردها لمصر. جميع المجوهرات بتاعت اسره محمد علي محفوظه في متحف المجوهرات الملكيه في الاسكندريه، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل جهود مباحث الاثار قدرنا ان احنا ناخد قضيتين بيعتبروا جبل من الماس. عايز اقول لكم ان في هذا الجبل يوجد قطعه من الماس بتعتبر ثالث اكبر قطعه في العالم.